خرج السوريون في شهر آذار من عام 2011 مطالبين بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد الذي جثم على صدورهم أكثر من 40 عاما، أعوام حملت معها المآسي والظلم للأهالي. كانت آمال أحرار سوريا أن يسقطوا هذا النظام بعدة شهور كباقي ثورات الربيع العربي، لكن القمع الذي واجهوه لم تواجهه أي من الثورات، فقد ارتكب الأسد آلاف المجازر بحق الأحرار الأبرياء. وكواجب ثوري علينا سنستذكر هذه المجازر والمذابح ضمن برنامج ما نسينا. المكان حي دير بعلبة. التاريخ 2012. الشاهد على المجزرة جعفر الصوفي. تكلمنا في حلقة سابقة عن أول مجزرة حصلت في حي دير بعلبة الحمصي، وكما ذكر شاهدنا عن تلك المجزرة فإن أعداد الشهداء وصل لأكثر من 200 شخص، لكن عصابات الأسد لم تترك الحي بل عاودت اجتياحه وارتكبت مجزرة جديدة في أواخر عام 2012. تقريبا ب 20/12/2012 بل تجينا تسريبات انه على تخوم الحي يوجد كسرة سيارات عسكرية. هون السوار جهزوا انفسهم يعني لهيك حملة، مع انه لا يوجد كفء لهذه الحملة، بس بسواعد الابطال هاللي موجود اللي ما عنده سلاح بومبكشين بارودي على هوا عزم احياء ابناء البلد، يتجهزوا أنفسهم يعني يردوا الطغاة يردوا الظلم يردوا يرفعوا يعني قدر المستطاع من القتل والذبح اللي يسووا فينا الشبيحة والجيش. يعني أعين شبيحة الأسد ترقب دخول الحي، آليات عسكرية وأعداد ضخمة من الشبيحة تحاول اقتحام الحي، لكن عددا من الثوار بأسلحتهم البسيطة وقفوا سدا منيعا لعدة أيام بوجه الطائفيين. هلأ مقاومة يوجد يعني رشاش بكسي بارودي بمبكشن، هذا أكبر سلاح موجود عندنا يعني بالقرية، ممكن يوجد قاذف واحد RPG فقط، ولحتى لا يوجد يمكن 4 حشوات له ذخيرة. مقاوم ضعيفة بس الهجوم كبير كثير يعني أكبر من استطاعة الحي. يعني لم يستطع ثوار حي دير بعلبة الصمود كثيرا داخل الحي بسبب قلة حيلتهم، ما اضطرهم للانسحاب من الحي في 25 من الشهر 12 بعد تأمين انسحاب المدنيين العزل، لكن بعض المدنيين رفضوا الخروج من المنطقة. هلا العوائل طلع ما انه ما خرجت، ما في طريق للخروج، يعني طلعوا عائلتين باتجاه الحاجز، اوس عليهم الحاجز ظلوا متابعين لانه الموت جايون، عرفانين الموت جايون. من النظام لحد الان مفقودين هاي العوائل اللي عم لك عنها. فاضطر جميع الموجودين بالقرية انه ما عاد يقدر يطلع يعني باتجاه الحواجز ولا باي اتجاه، يعني صار خطر كبير عليهم، لا يفضل الموت ببيته ولا يفضل الخروج. بعض العوائل خرجت من بين حواجز النظام بالخطر، يعني القناص يضرب عليهم يقتل منهم. في بعض كثير من العائلات يعني طلعت من هالمنطقة هاي ونفدت الحمد لله رب العالمين، وكل شيء ظل بالحي ذبح ذبح السكاكين. إجرام منقطع النظير
ربما هذه العبارة لا تكفي لتوصيف أفعال شبيحة الأسد بالمدنيين داخل دير بعلبة، فقد قاموا باعتقال النساء والأطفال وقتل الرجال وحرق جثثهم. هلأ الجيش تأثير الشبيحة أكثر من تأثير الجيش. هلأ الجيش ممكن يعني يتقدم ويظل ماشي، يعني شاف قدامه شيء يسرق بما فيه الكفاية ويظل ماشي، مثلا هني والشبيحة وما بعض الضباط، يعني مجازرهم أخف من الشبيحة الموجودين بعد الجيش. يعني يوجد شبيحة أو ميليشيات تسمى هاي بعد الجيش، جماعة صخر رستم وغيره، في فصائل كثيرة هي طغاة حوالينا، حوالي قريتنا أغلبها علوية وشيعة، هن اللي أثروا فينا أكثر من الجيش. يعني الجيش ممكن يلتقى في ناس هي حنية يقتل اللي يقتلوا بعض من الجيش، وعاد كل شيء بعد الجيش تجاه الشبيحة تقتل، يعني الصغير كبير حرق، بعد ما تقتل مشان تغير الجريمة أو تغير الكذا تجمعهم الجسس هيك وتحط فوقهم مثلا تياب وبنزين وكذا من أغراض معفشنا البيت وتحرقهم، يعني شيء لا يصدق، يعني ما بتصدق، يعني ما يخلوا شيء وراهم خالص، وأي بيت يلاقوا بعد ما يأخذوا منه أساس المنزل يعني هل عليه القيمة ويحرقوا، يعني توالي اللي ماله عليه القيمة يحرقوه مشان يغيروا آثار الجريمة تبعهم. يعني الشاهد أبو خالد كان من بين المعتقلين لدى شبيحة الأسد، هو وأحد عشر شخصا آخرين، وقد نجا هو وعدد من رفاقه من تحت فوهات بنادق الطائفيين بأعجوبة. نعم، هلأ أنا وضعي مثل أي واحد ضل بالمنطقة، مثل ما أنا لك هاي الثغرة بين الحواجز، طلعنا منها باتجاه مزارع دير بعلبي، هاي بتجي شرق دير بعلبي اسمها يعني الزهورية، لحتى ما وصلنا الزهورية قبل الزهورية هون في مزارع يعني بعيدة شوي عن القرية، وقعدنا بأحد المزارع يعني نحن والنسوان وأطفال. الجيش خلص اقتحام وخلص تمشيط المزارع، الحمد لله غض بصره عن المزرعة تبعيتنا الجيش وظل متقدم، يعني رايح الجيش يأخذ كل شيء، يعني شاب يأخذ عليه، يعني يأخذه لمركز مثلا في حاجز اسمه حاجز فوزي الشيخ أو الجامعة، يأخذه لأني كل شيء عليه مثلا مطلوب أو عليه شيء يأخذه على الاعتقال، كل شيء ما عليه شيء يتركه يعني بالنسبة للجيش. بعد الجيش سيارات شبيحة والتشبيح طبعا، نحن اللي أخذونا شبيحة مو جيش، الجيش طلع من عنا يعني ما وصل مزرعتنا، المزرعة اللي حديتنا فتشه وضل طالع، نحن الحمد لله غض بصره عننا. الشبيحة جو أخذونا، أخذوا السيارة كانت موجودة معنا بالمزرعة، وأخذوا الرجال فقط، النساء ما حكوا، فتشوهم أخذوا كل شيء مصاري معهم، كل شيء مصار، أهانوهم بالسب والشتائم والضرب. طبعا هون نحن أخذونا وربطونا وحطونا بالسيارة وأخذونا باتجاه دير بعلبي، يعني فوتونا على نفس الحي هون. بعد ما الجيش متقدم من الشبيحة أخذين مقرات بقلب القرية تبعيتنا، مثلا نحن أنا حطونا بالكسارة اسمها، هذا قطاع مثلا اسمه لصخر رستم، قطاع الثاني لفلان، قطاع الثاني لفلان، هذا للتعفيش وللنهب وللمجازر. نحن أخذونا صباحا بسبعة وعشرين واثناش 2012 أو 28/12 2012 بالضبط، يعني أخذونا ضلينا للمساء، حطونا بمستودع كبير ضخم، نحن 12 واحد قرابينا، نحن أربع أشخاص وأنا خمسي وفي سبع شباب كمان من عنا من القرية، كلياتنا كنا سوا ومع نسوانا وعائلنا. طبعا نسوانا وعائلنا ضلوا بمزرعة ما بنعرف عنه شيء، بس بعد أنه دشرون ما يمون شيء، إني أخذوا بس الزلم، مهم شلحونا تيابنا وحطونا بالمستودع، مستودع ضخم مثل المجازر القبل، كل المجازر القبل بالمستودعات الضخمة يحطونا، وتعذيب تعذيب تعذيب يعني، وآخر شيء يبخوا مادي مدري شو مثلا على ظهر الواحد ويحرقون مشان تروح آثار التعذيب، تروح آثار الجريمة تبعهم. هون حطوا علينا حرس، هون إجا الليل إجوا بدهم يحرقونا، بدر شو بخوا علينا بده يحرقونا، قام إجا شخص من برا قال لا 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 دشرونا دول، بدنا نسهر عليهم على رأس السنة، يعني تاني يوم أو ثالث يوم بدأ تصير رأس السنة 2013،
مشان يتلززوا بتعذيبنا، لان ما عاد في الى غيرنا مثلا يجيبوه مثلا يعتقلوه، لان احنا اخر شيء ما ضل حد بالقريه، ذبحوا كل شيء ما ضل غيرنا، احنا بده يتلززوا بتعذيبنا. حطوا علينا حرس، حطونا بغرفه وسكروا علينا وحرس. الحرس طبعا كذا بيجي 8 اشخاص والله ولا احنا على هو حركتهم بالبيت هيك، لحتى الله اظن انه نخلع الباب. ايه ما خلعنا، خلعناه بعد ما طلع الضوء، يعني اول جهة الضوء كان الحرس نايم، ما في حركة، سكون دائم. يعني بالليل حاولنا نهرب، كان الحرس فايق، حتى صار يطلق نار في كلاب عم تنبح برا، صار يقوش على الكلاب، عرفنا انه الحرس فايق، ما قدرنا نهرب. لصباحا هون الحرس كان نايم، الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا، خلعنا الباب وطلعنا بكل هدوء مشان ما يصير يعني انه ننكمش. وطلعنا انتشرنا بشوارع القرية. السماء انتقلنا من شارع لشارع، ولا يوجد شبيحة بقلب المنازل، يعني هذا اللي ماسك تلفزيون، هذا اللي ماسك براد، هذا اللي ماسك غسالة، يعني طالعوا الغسالات والأراضي وين نحطوها بالشارع. يعني في ناس مهمتها تطالع الأغراض حتى بالشارع، وفينا سيارات تجي بس بتحمل وتضل رايحة. هذول بالنسبة للشبيحة عم لك اللي عم يسرقوا أو اللي عم يعفشوا، هذول مهمتهم هيك، يعني قتل وتعفيش. هون عاد خفنا، ما عاد نقدر نحن لا حول ولا قوة إنه يعني حتى يعني حاولنا نلبس من البيت اللي كنا فيه. يعني أنا لبست قميص صغير علي كتير بس مشان إنه غير معالمي، إنه ما يشوفوني يعني بهالحالة هاي يعرفوني إنه مفقود. والله انتقلنا على بيت، أنا بالنسبة لي تخبيت بغرفة، حطيت في أساس من العفش هيك للمساء. بعدين تنقلت من الغرفة لبين خزان، ما زبط خزان مي، اتخبيت هيك للمساء. المساء كان برد، برد قارس جدا. يعني كنت أنا وابن خالي، وابن خالي الأخر، ثلاث أشخاص نحن نعرف حالنا وين موجودين. ابن خالي طلع على سطح غرفي محوش وخفاني، واحد يضل من الصبح للمساء مستلقى على ظهره وما يقدر يتحرك مشان ما يكشفوه، يعني أن يوجد كثير ناس عم تعفش وكذا، كل بيت يفوتوا له يحرقوا أساس المنزل. أنا بالنسبة لي كنت بتخبي بقلب هاي العفش اللي عملك عنه. انتقلت من على الأسطح على بيت آخر يوجد حريق تحته، يعني بعد ما خلصوا منه حرقوا، أنا انتقلت إليه مشان ما يكشفوني، يعني هذا البيت اللي قاعد فيه بدون يجوا يعفشوا. انتقلت على البيت المحروق كي يعني ما يكشفوني انه انا موجود او لساتني عايش. هون انا ما بعرف بقية الاشخاص اللي معي، ما بعرف عنهم شيء. ليش؟ انا بعرف ابن خالي وابن خالي شفتهم وين يعني تخبوا، وانتقلنا من مكان الى مكان. وهدناك التسع شباب ما بعرف عنهم شيء خالص، ما شفتهم بعيني شو صار معهم. صار اطلاق نار تحتنا كتير، يعني احنا بدل طابق فوق اني تحت، صار اطلاق نار كتير، ما يعني ما شفنا بعيننا شيء. مساء اتجهنا باتجاه اراضينا، مثل بقول هاي قريه الشلال، اتجهنا اليها. يعني هاي اكثر امنا من ما نحن موجودين. هيك لحتى وصلنا، اكثر مشونا كان حبي، يعني ما نقدر نوقف حيننا ونمشي. طبعا السيارات اللي عم تيجي تسرق من القريه مكشوف الضوء قدامه، الواقف بينشاف، اما اللي بيحبي حبي ما بينشاف. حاولنا اغلب الطريق نحبي حبي يعني مشان نكون اقل ما حد يكشفنا. وصلنا لهاي المنطقه اللي عملك عنا، الحمد لله رب العالمين، والله اكرمنا، ويعني عشنا حياه رعب برعب. وهدناك لحد الان مفقودين، لا نعلم عنهم شيء. سقط في هذه المجزرة العشرات من الشهداء والجرحى، حتى أن عصابات الأسد الطائفية أحرقت العديد من جثث الأهالي، ودمرت وعفشت ونهبت غالب ممتلكات المدنيين. كانت الإحصائيات مختلفة بسبب ضعف الإعلام في ذلك الوقت. يعني أعداد الشلاء أكثر من 200، حتى في ناس بقلب المدرسة، في طفل يعني بعد ما في ناس رجعت، يعني بعد فترة من الزمن أكثر من 6 أشهر
رجعت ناس يعني إلى واسطات إلى كذا، تشوف بيوتها، تشوف يعني شو في آثار من هالضيعة يعني. رجعت ناس لقيت في جثث بقلب المدرسة، يعني في طفل هربان، يعني مبين عنه أنه هربان من قلب الباحة تبع المدرسة باتجاه الصف لفوق، لاحقينه لفوق لبين المقاعد مقوسينه يعني وقاتلينه. يعني تصور شدة الإجرام، طفل هذا عم حكيك مبين عظامه وكذا، طفل يعني، والله أعلم يعني بيتجاوز هالرقم، لأن كتير ناس يعني هلأ المفقود يعد ميت. ليش؟ لأنه صار له 10 سنوات مثلا، هذا النساء أطفال شيوخ يعني، هذا مين يضل عايش هذا؟ يعني نحن اللي معانا اندبحوا، أنا متأكد يعني 100%، يعني ما فيك تحصية، لأن الناس انتشرت يعني، كل مين ببلد، كل مين صار بمنطقة، كل مين صار بكل شيء، ضل بالقرية اندبح، كل شيء ضل بالقرية. اللي ضل ما راح يوثق، ليش؟ لأن ما عنده كاميرا. إذا عنده كاميرا يوثق، ما يعني وشو بده يوثق؟ مات يعني. وأنا اللي نجيت بش اسمه، أنا خلصوني كل شيء وطلعت من القرية ربي كما خلقتني، يعني شو بدي وثق أنا؟ إذا هالشباب التسعة اللي معي ماتوا، شلون بدي صورون؟ ما بيقدر صورون مثلا. يعني كل شيء ضل بالقرية اندبح، دبح النعاج. إيه ضخامة المجزرة وبشاعتها تعود لسبب واحد، ألا وهو قرب الحي من قرى الطائفة العلوية المؤيدة والموالية لنظام الأسد، وشبيحة هذه الطائفة هم من ارتكبوا الفظائع في دير بعلبة. هلا أغلب اللي مثلوا بهالجسس وأغلب اللي عملوا بهالمجازر هاي 90% من هالقرى الحوالينا، يعني مثلا العباسية، شيعة، المختاري، كفر عبد، هذول اغلبهم شيعة، وما كانوا لهم سلطه مضطهدين بالنسبه لنا، يعني ما احنا ما لنا يمون، بس بين حقدهم بهالاحداث هاي، ومثلوا فينا شيء لا يصور. يعني انا بعيني شفت الناس شلون السيارات تحمل من عندنا من القريه تروح تفضي عندهم، لحتى انا شخص عندي موتور ركب يعني عليه القيمه، موجود لحد الان بقرى الشيعة، ولحد الآن موجود ووراقه معي، يعني أنا وراقي الموتور موجود معي، ما بسترجي أقول إنه هذا الموتور لي موجود لحد الآن، عم يركبوا الشيعة لحد الآن إيه. لتاريخ اليوم إيه. فالإذن يعني الظلم ظلمات، وما لا أن لا حول ولا قوة. هذه المجزرة أحرقت أفئدة أهالي دير بعلبة وأدخلت الحزن إلى قلوبهم، فحقد الطائفيين أفرغ في هذا الحي الثائر والمحاط بالقرى العلوية الموالية للأسد وإجرامه. هلا ما بننسى، لن ننسى هذه المذبحة، وهي بدها تضل يعني بقلوبنا. ليش؟ ما بصير ننساها هاي، يعني ما نتحاسب عليها، نحن اللي ضلينا طيبين بدنا نتحاسب عليها، ما بننساها ولا ننساها، وإن شاء الله يمكننا ونحاسب القتلة والمجرمين وكل شيء أساء لأهل البلد إن شاء الله تعالى. مذبحة دير بعلبة وصمة عار في جبين من يدعون الإنسانية، كانت من بين عشرات بل مئات المجازر التي مرت دون محاسبة القاتل أو وضع حد له، ففي هذا الحي الكثير من العائلات تم ذبحها وتجميعها في اسطبلات المواشي وإحراق بعضها وتشويه الآخر، والقاتل لا يزال طليقا.